وأما قوله إن فيها خير، نعم هو فيه خير وفيه شر، لكن في الوقت الحاضر شره أكثر من خير. والإنسان العاقل لا ينبغي أن يقتنيه في بيته حتى ولا للإخوان، لأنه إذا اقتناه البيت فلن يقتصر على الأخبار فقط، لا بد أن يأتي أخبار وغير أخبار. فنصيحتي للإخوان أن يدعوا اقتناء التلفزيون مطلقا مهما كان، ولا سيما إذا جاء هذا الشبح الذي يهددون به الآن، وهو البث المباشر الذي سوف يشاهد الناس ما كان عليه الدول الفاجرة الكافرة من الخلاع والمتون والكفر وإثارة الناس على ولاتهم، لأن الذين في الخارج سينشرون كل ما فيه، حتى لو فيه مثلا ما يفرق بيننا وبين ولاة أمورنا فعلوا، لأنهم يريدون الشخص، يريدون الثورات، يريدون القلق، لا يريدون الأمن لهذه البلاد. ولهذا كان واجبا على الإنسان أن يحذر من هذا البث المباشر حتى يسلم الناس من شره.